وكتتم يعني المباراة ويكلو أو اللاعب بدون جمهور. فبالإضافة إلى التدابير اللي كنقوم بها، يعني ضروري أنهم يكونوا عندنا 20 لاعب لكل فريق، يعني 20 لاعبا هم اللي كيحضروا المباراة، هم اللي كيدخلوا المباراة. ثم مسؤول الفريق ومن لهم ترخيص ليسونس هم اللي خصهم يولجوا، او اذا لزم الامر مرخصون من قبل الجهاز المسؤول عن تنظيم المنافسات. يعني ممكن انه يكون عندنا مرافقين، يقدر يكون عندنا مثلا 5 ديال المرافقين وكل واحد عنده الصفه ديالو، مثلا مدرب كما اسلفنا ديك، مساعد المدرب، بريباراتور فيزيك، لونترينور كارديان، ويكون عندي طبيب أو فماشي مشكلة يدخلوا. بالإضافة إلى ذلك كاين حامل الأمتعة بالنسبة للهواة والبطولة الاحترافية، يعني هنا يدخلوا. يعني طبعا تماشيا مع جاء في المادة 52 اللي هي اللاعب بدون جمهور. مقيم الحكام دونك كما سلفنا الذكر على أنه مراقب المباراة كيكون جوج، كيكون واحد خاص مثلا قرب الملعب، وواحد كيكون خاص في مشرف على لونتخي، يعني في الباحة الخاصة بالدخول إلى الملعب، يعني الباب الرئيسي، يعني هو كيشرف، واحد كيشرف مثلا في الباب الرئيسي والآخر كيشرف مثلا على الملعب، وأنا ذاك كتكون مناوبة، يعني كيتشاوروا كيتوافقوا بيناتهم شكون اللي عنده، الا كان الاعتماد مثلا يدخل، ما كانش الاعتماد ما غاديش يدخل. بالاضافه الى حنا كنتكلموا على الاعتماد، وسائل الاعتماد المعتمده لتغطيه المباراه. بصيغه اخرى الجرائد الالكترونيه والجرائد المكتوبه والمسموعه والمرئيه، كل هاد الجرائد كيكون واحد ممثل، يعني المسموعه كيكون فيها واحد، فوتوغرافيست كيكون واحد واحد، ولكن باش تكون المساله عاديه فكيكون كتكون تما بطاقه الاعتماد او لا رخصه الاعتماد المباريات. يعني شكون اللي كيشرف عليها؟ كيشرف عليها الجهاز الوصي للمنافسات اللي هي الجامعه الملكيه لكره القدم، هي اللي كتقول لك مثلا عندنا واحد الماتش غادي تلعبوا ويكلو، فوالا ها اوراق الاعتماد ديال هاد الوسائل الاعلام هما اللي غادي يدخلوا. غادي يدخل عندك الاسم الفلان الفلاني مثلا مصور، الاسم الفلان الفلاني عن جريده كذا، مثلا هذا سونوريزاسيون. دونك داكشي كيكون موضح، يعني كتكون عند واحد المراسله كتصيفطها لك الجامعه كتقول لك فوالا، او لا عصبه الهوات مثلا كتقول لك هادو هما اللي معتمدين، هادو هما اللي ممكن يدخلوا. بالاضافه الى المرافقين حتى هما كتصيفطهم لك كتقول لك فوالا المرافقين اللي ممكن يولجوا الملعب هما هادو، وكيوضعوا الاسماء ديالهم. الوغ قلنا وسائل الاعلام المعتمده لتغطيه المباراه، ثم مسؤول الملعب او الهيكل المسؤول عن تنظيم المباراه. مثلا عندي مدير الملعب او المكلف بالملعب او لا، دونك هادو ممكن نحصروهم في عناصر، يقدر يكونوا جوج ثلاثه ديال العناصر مثلا هما اللي مسؤولين عن التنظيم داخل الملعب، فهادوك بطبيعه الحال كيكونوا داخل الملعب. بالاضافه الى الامن حتى هو راه ضروري، يعني الامن ملي كيدخل عندي الرونفور، دونك عندي لاعب ويكلو، كان بحال كنصدر امر كنقول باللي راه المباراه عندي ويكلو راه ما خصش يدخل الا الناس اللي عندي مثلا في اللائحه ولا معتمدين، او الناس مثلا اللي عندي في قانون المنافسات هما اللي غادي يدخلوا. ما دون ذلك ما يمكنش الجمهور، يمنع منعا باتا يدخل شي واحد من الجمهور، مستحيل، لانه ما غتبقاش مباراه. وغالبا ما الى رصدتي مثلا في المدرجات وبان لك انه كاينين جوج العناصر ثلاثه من الجمهور، وانت كتشوف باللي ما كانوش في الديبار ومن بعد جاوا دخلوا، كتعلم الحكم والحكم كيوقف المباراه، هذوك خصهم يخرجوا، دونك الجمهور ما خصوش يدخل. هذا خطا كيوقعوا فيه مناديب مباراه ويكلو. دونك شفت مؤخرا واحد الفيديو انه واحد الماتش، ما بغيتش نسمي الفريقان، دونك دخلوا فيه الجمهور، وكاين واحد كيصور كيقول لي واش هذه مباراه ديال ويكلو؟ مباراه ويكلو راه ما خصش يكون الجمهور ابدا. عندك الامن، عندك المرافقين محددين، عندك مسؤولين رسميين للمباراه، عندك الطبيب، عندك مثلا هذو الاشخاص اللي ممكن يولجوا للتيران، ما دون ذلك غير مسموح.
وحتى الجهاز الوصي والمسؤول عن المنافسات مثلا عندنا في جوج الناس او لا، دونك ماشي مشكل غادي يحضر، ولكن يدليو بالصفه ضروري ما تكون رغوه. وسائل الاعلام خصو يعطيك بطاقه الاعتماد ديالو او لا، الا كانت عندك مثلا لونفوا، دونك كنقولوا بانه مثلا عصبه الاحترافيه ولا الجامعه او لا عصبه الهواه صيفطت لك، او لا احدى العصب الجهوي صيفطت لك مثلا شكون هما المرافقين اللي غادي يدخلوا، فهذوك المرافقين هم لا اقل ولا اكثر. دونك النص واضح وصريح، الماده 52 باينه شنو كاين عندك. ما نحاولش نجتهد، لا اجتهاد بدون لا اجتهاد مع وجود نص. انا ما نجتهدش، دونك اللي عندي هو اللي غادي يقدر يدخل نقطه نهايه. قلنا بانه مسؤول الملعب او الهياكل المسؤوله عن تنظيم المباراه، واخص بالذكر الامن والموظف المكلفون بالتطبيب او التغطيه الصحيه، طبيب مثلا ومساعد الطبيب والاسعاف، هادو راه غالبا راه كيدخلوا جامع الكرات اللي هما لي غاماسور. دونك هنا كاين الاغلبيه ما كاينينش صراحه في لي تيغان باغتو، ولكن بعض الاحيان انه كنلقاو على انه الفريق مثلا ملي كيكون عنده لي كادي لي مينيم وكيكون عنده لي جينيور كيحاول يستأذنوا يدخلوهم. مثلا كيقول لك فوالا هذه مباراه ويكلو غادي ندخلوا مثلا هاد اللعابه، هادو هما اللي غادي يكونوا هاد ماشي ما نسميوش اللعابه غنسميهم لي غاماسور لانه جميع الكرات هاد غاماسور. الوغ ملي غادي نشوف فهم عندهم مواصفات، شكون اللي كيكون مسؤول عليهم؟ كيكون مسؤول عليهم واحد الشخص هو المسؤول على الفريق، مثلا الكاتب العام، امين المال، ولا كذا، ولا المسؤول على الملعب. كنشوف هذا الشخص هذا كنقول له فوالا، انا كنسرد عليه كنقول له راه شوف العدد ديال 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 لي غاماسور بال او لا جميع الكرات هم 14. الوغ السن ديالهم انت كتقدم كتشوف، يكون عندك واحد مثلا عنده 28 26 عام ويكون غاماسور بال، لا يعني السن ديالهم خصو يكون لا يقل عمره عن 16 عام، يعني السن 16 عام والعدد ديالهم 14 على الاقل، اقصى تقدير هو 14 واحد. دونك نتمنى ان الناس اللي عندهم في البعض كاينين بعض الفروق لانهم كيحاولوا يتحايلوا كيحاولوا يدخلوا شي واحد معاهم يقدروا يديروا غاماسور، ولكن هذا الغاماسور ملي غادي يدخل نشوف. مثلا عندي 10 ديال لي غاماسور مزيان دونك غادي نحتفظ به، عندي 12 عندي 13 عندي 14 مثلا مزيان، اكثر من هكذا كلا غير مسموح، ولكن خص يكون السن ديالهم اقل من 16 عام. دونك كنشوف عيني ميزاني مثلا فوالا ايه ممكن غادي تسمح، ولكن اللي خصني نعرف هو انه هاد لي غاماسو خصو ضروري ومؤكد انهم يحملوا لي جيلي، دونك ضروري من الدوسان، يعني خص يكونوا حاملين واحد القميص مغاير للالبسه اللي عندي منتشره في الملعب، تفاديا للمغالطه، تفاديا مثلا انني نشوش على الحكم. وتقع مسؤوليتهم يعني مسؤوليه لي غاماسور يعني لي بوزيسيون ديالهم المواقع ديالهم على المدير الاداري للنادي المضيف. دونك نتمنى انه تكون وصلت. يجب ان يرتدي ملتقط الكرات الوانا تختلف عن الوان كما جاء كما يعني ذكرت سالفا، اذا لاحظ الحكم. دونك هنا الاستنتاج يعني بحال كنقولوا هذه الخلاصه ديال 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 الماده 52، يعني هنا كنطبق المسائل بحذافيرها، ولكن في واحد اللحظه كما اسلفت الذكر اذا لاحظ الحكم او المراقب وجود الجمهور في الملعب فلا يجب ان يبدا المباراه، ما خصش المباراه تبدا حتى يخرج داك الجمهور، ويجوز له الغاء المباراه اذا لزم الامر. يعني واضحه ما نحاولش اني نشرحها باينه. وبالتالي يتحمل النادي المستقبل العقوبات المنصوص عليها في القانون التاديبي. ملي غنقول لهم فوالا الله يخليكم هذاك الجمهور ما خصوش يبقى تما في المدرجات في التريبي، دونك غادي يخرج. دونك كنتسناو حتى يخرجوا وكنكونطي كما قلنا بانه كندير الكيميول ديال لو طون بيردو. الوغ كنشوف شحال ديال الوقت مثلا استغرقنا، مثلا استغرقنا واحد خمسه ديال الوقت، خمسه دقائق، سته دقائق، 10 دقائق باش خرجناهم. دونك فوالا كنحسب كنكونطي وكنوضع، دونك راه دخل الجمهور مثلا في الدقيقه الفلانيه وانتظرنا مثلا واحد المده ديال كذا 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 حتى خرج الجمهور كندير، ولكن لعبنا عاوتاني المباراه وبان لي ان الجمهور تسرب ودخل يعني بطريقه او باخرى دخل عاوتاني في نفس الوقت، غادي نحسب ذاك الكيميل
من بعد الا مشاو تسفوا 45 دقيقه كنعلم الحكم فوالا راه استوفينا 45 دقيقه هاد الجمهور راه شاك فوا كيدخل دونك كيسيفليه هو بنهايه المباراه وكنرفعوا التقرير ديالنا انا والحكم للجهه المسؤوله عن تنظيم المنافسات وهما كيبتوا في النزيله. دونك نتمنى اخواني اخواتي دونك انه يكون وصل لكم الميساج وتعرفوا باللي ان هذه التدابير الاحترازيه فالهدف منها هي الحفاظ على الجسم الرياضي بكل مشاربه بكل